مشاهدينا اهلا بكم، لقاء جديد من برنامج افريقيا واطلاله على الوضع في القاره الافريقيه، اطلاله تتجدد اسبوعيا نتناول خلالها اهم وابرز المستجدات على الساحه. البدايه بجوله اخباريه مع اهم الاحداث في القاره السمراء على مدى اسبوع، لكن بعد هذا الفاصل. في إطار الأوضاع في السودان، أعربت مصر عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطورا هاما وإيجابيا. وفي هذا السياق دعت مصر جميع الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعدتها التنموية والاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد السودان الشقيق على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية ويسهم في تحقيق التوافق السياسي الشامل في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان لتدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية لمناقشة القضايا التي لم تحسم في الاتفاق، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن دعم التحول الديمقراطي ولكن يكون لها أي دور فيه. نحن نؤكد للجميع ونؤكد للشعب السوداني أننا لن نخذله ولن نتراجع عما اخترطيناه من مسير يفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي. لن تكون للمؤسسة العسكرية أي دور في هذا التحول أو في هذا الانتقال. وقال البرهان إن القوات المسلحة ستخضع لإمرة السلطة المدنية في السودان. مؤمنين إيمان تام بأن القوات المسلحة هي جزء من قوى الدولة التي يجب أن يتشارك الجميع في إدارتها، وعاجلا أم آجلا ستخضع لإمرة السلطة المدنية التي ستنتج عن الانتخابات. هذا أمر ليس محل مكابرة وليس محل أي مزايدة، هذه قناعتنا، ونتمنى أن نرى قريبا تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني وتلبي طموحاته وتقيم دولة الحرية والسلام والعدالة. تدشين للمرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان وسط تفاؤل من القوى المدنية المشاركة ومجلس السيادة الانتقالية بأن تفضي النتائج إلى اتفاق مرتقب لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة السياسية. وتتواصل جلسات مؤتمر خارطة الطريق النهائية على مدى 4 أيام تبدأ اليوم الاثنين وتختتم الخميس القادم بتقديم توصيات وقرارات وعدد من الأوراق العلمية وكلمة ختامية للممثل الآلية الثلاثية والموقعين على الاتفاق الإطاري. وشارك في تدشين المرحلة النهائية من الاتفاق الإطاري قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة الانتقالية والآلية الثلاثية التي تضمن الاتفاق المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيجاد. كما شارك ممثلون عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان وممثلون عن المرأة وقادة رأي ورجال الدين في تدشين المرحلة النهائية التي يعول عليها السودانيون في حدوث اختراق حقيقي للأزمة السياسية المستمرة. تنحصر القضايا الخلافية التي تحتاج إلى اتفاق نهائي في 5 قضايا، هي العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق السلام في جوبا وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن وإزالة تمكين النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة. ومن بين القضايا 5 تبرز صعوبة قضية إزالة تمكين النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة والآلية التي ستتبع وما لتلك العملية من تعقيد وتشابك في الأوساط الاقتصادية والمالية في السودان. كما تحتل قضية دمج قوات الأمن خاصة قوات الدعم السريع مساحة عريضة من النقاش والمداولات من حيث كيفية الدمج
والأعداد وطريقة التوزيع داخل وحدات الجيش، ووسط تأكيد من مجلس السيادة الانتقالي على تشكيل حكومة مدنية في السودان في أقرب وقت، تسير جلسات الأيام الأربعة المقبلة على أمل الخروج بخريطة طريق واضحة ترسم معالم محددة للعملية السياسية في السودان. وحتى انقضاء الجلسات وخروج الورقة الموحدة المرتقبة، يظل الداخل السوداني في حالة ترقب، بينما لا تفارق أنظار المجتمع الدولي السودان في انتظار كل جديد. كذلك بدأت الأحزاب السياسية في السودان جولة جديدة من المحادثات للتوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة مدنية. وأكد الناطق باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر أن أطراف المحادثات ستعمل على الانتهاء من مهمتهم في أقرب وقت. بيعمل الشركاء المختلفين على مسألة إجراءات تهيئة المناخ وتحسين البيئة السياسية في البلد، بحيث أنه فعلا الروح كلها تتوجه لاتجاه انه الناس يصلوا لاتفاق نهائي. يعني في بكل تاكيد يعني الناس كلهم مستشعرين اهميه عامل التوقيت وعامل الزمن، يعني ويمكن يقول الكلام ده كان واضح حمس في كل كلمات المشاركين. الناس مستشعرين اهميه الزمن وضروره الاسراع بالوصول لاتفاق نهائي بينهي الازمه السياسيه الحاليه وبيسترد مسار التحول المدني الديمقراطي. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطاقة السودانية قرارا بخفض أسعار الوقود المحلية لشهر يناير اعتبارا من الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي ليوم الخميس. وخفضت الوزارة أسعار المحلي للجازولين إلى 628 جنيها سودانيا، أي ما يعادل دولارا و11% من أصل 660 جنيها الشهر الماضي. وخفضت سعر البنزين إلى 506 جنيها من أصل 620 جنيها. في إقليم تجراي، بدأت القوات تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش الإثيوبي تنفيذا لاتفاق السلام الموقع مع الحكومة الاتحادية في إطار عملية سلام يقودها الاتحاد الإفريقي. تأتي عملية التسليم التزاما باتفاق بريتوريا الموقع قبل أكثر من شهرين مع حكومة أديس أبابا لإنهاء الحرب في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا. بعد عامين من الصراع مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، بدأت قوات تيجراي تسليم أسلحة ثقيلة للجيش الوطني في إطار عملية سلام يقودها الاتحاد الإفريقي. ويعتبر نزع سلاح قوات تيجراي أمر محوري في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 2 نوفمبر، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استعادة الخدمات واستئناف المساعدات الإنسانية. وخلق الصراع ظروفا شبيهة بالمجاعة لمئات الآلاف من سكان إقليم تيجراي وقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع أنحاء شمال إثيوبيا. وأشرف على التسليم فريق مراقبة يتألف من أعضاء من الجانبين والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا إيجاد في بلدة أجولاي الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال شرقي مقلاي عاصمة الإقليم. ونص اتفاق بريتوريا على نزع سلاح جبهة تيجراي وإعادة ربط الإقليم بالخارج. وكانت قد بدأت المعارك في تيجراي عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي الجيش الفيدرالي لاعتقال مسؤولي المنطقة واتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية. وتسبب النزاع بتهجير أكثر من 2 مليوني إثيوبي وأغرق مئات الآلاف في ظروف قاسية. حول الأوضاع في إثيوبيا وإقليم تيجراي، معنا للمزيد من الحوار معالي السفير دكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بك معالي السفير. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بك. هل بتعتقد أن المرحلة الحالية هي بداية تهدئة حقيقية في هذا الإقليم الذي ظل مشتعلا طوال السنوات الماضية مع الداخل الإثيوبي؟ لا شك أن ما تم خطوات إيجابية إذا التزم الأطراف المعنية بما تم الاتفاق عليه. نعم. وواضح من التقرير أن هناك صفقة تقريبا ربما متوازنة بين الجانبين، لكن هناك نقطة لم يتم الإشارة إليها وهي وجود قوات من جانب أريتريا شاركت في القتال، وأيضا قوات من الأقلية الأخرى الأمهرة شاركت أيضا في القتال، ومن المفترض أن تنسحب كلا القوتين من الأراضي التجرانية. نحن نعلم أيضا أن لدى
لدى إريتريا نوع من الإطماع في بعض الأجزاء التجرانية، وهو أمر ربما قد يكون أحد العقبات أو عقبات في طريق هذه التسوية. نعم. ما نأمل فيه طبعا أن يسود السلام والأمن والاستقرار، وأيضا تعالج مشكلة اللاجئين بالآلاف التي تركت الإقليم واتجهت بصفة أساسية إلى السودان. نعم، معالي السفير، هل تعتقد أن دي مجرد مرحلة تهدئة أم اتفاق دائم في هذه المشكلة في هذا الإقليم اللي ظل الصراع عليه فترات طويلة؟ لا شك أن هناك آثار ورواسب ستكون لدى التجراي، الشعب التجراني في الإقليم التجراي، لكن الدور الذي تقوم به الاتحاد الأفريقي وأيضا الولايات المتحدة والوسطاء، خاصة من جانب أوسانجول هو الرئيس التيني الرئيس النيجيري الأسبق والرئيس كينياتا رئيس كينيا، لأنهم يتطلبوا دور وساطة قوي في إطار الاتحاد الأفريقي، ربما يكون لهذه الوساطة دور مؤثر كبير في عملية إنجاح هذا الاتفاق والتوصل إلى تنفيذ بنوده بشكل يمكن أن يأخذ مسار سلام وتهدئة. لكن نلاحظ أيضا أن المسألة في أثيوبيا ليست قاصرة فقط على تيغراي، وإنما هناك أيضا إثنيات أخرى، يعني الأوضاع فيها غير مستقرة، وهناك مطالب لهذه الإثنيات فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية، وربما هناك أيضا لديها توجهات انفصالية. نعم، معالي السفير دكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، بشكرك على المداخلة وما أبديته معنا من وجهة نظر. مشاهدينا، استكمالا للأخبار الخاصة بالقارة الإفريقية، أعلن حاكم ولاية إيدو في جنوب نيجيريا اختطاف مسلحين ل 32 شخصا من محطة للقطارات في الولاية. وقالت الشرطة إن رعاة ماشية مسلحين هاجموا محطة القطارات واختطفوا عددا من الركاب، في حين أصيب آخرون بعيرة نارية، وبدأت قوات الشرطة عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا. استقبلت كوت ديفوار 46 جنديا من مالي بعدما أصدر المجلس العسكري في باماكو قرارا بالعفو عنهم، وكان الجنود العائدون قد احتجزوا في مالي 6 أشهر بعد أن حكم عليهم بالسجن 20 عاما في اتهامات تتعلق بتقويض أمن الدولة. بعد 6 أشهر من الاحتجاز في مالي، عاد 46 جنديا من كوت ديفوار إلى بلادهم بعد أن أصدر المجلس العسكري في مالي عفوا عن الحكم الصادر عليهم بالسجن لمدة 20 عاما. وقد حظي الجنود العائدون بمراسم استقبال في مطار أبيديجان، حضرها كبار المسؤولين وعلى رأسهم الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار الذي أكد رغبته في استئناف العلاقات الطيبة مع مالي. أود أن تعلم أن كوت ديفوار ستواصل تقديم الدعم إلى الدول الأشقاء الأفريقية وغيرها التي تحتاج إلى المضي قدما نحو السلام. وكما قلت عادة، إنه بدون سلام لا شيء هام للدولة. فالسلام، السلام، السلام أمر ضروري. وقد ذهبت لإحلال السلام في مالي، وإني أأمل أن هذا البلد الشقيق سيجد السلام مرة أخرى. الفرحة انتابت أقارب الجنود العائدين الذين حرصوا على استقبالهم في مطار أبيديجان بعد أن فقدوا الأمل في رؤيتهم مرة أخرى. لقد احتجز في عيد ميلاده، لكن اليوم التأم شملنا. كنا حزانا نصلي وأخيرا استجاب لنا الله. أنا سعيدة، الكلمات لا تسعفني، فلا أجد الكلمات المناسبة للتعبير. وكان جنود كوت ديفوار العائدون إلى بلادهم قد اعتقلوا في مطار باماكو في يوليو الماضي بعد أن اعتبرتهم سلطات مالي مرتزقة حاولوا تقويض أمن الدولة وحيازة أسلحة وذخائر، لكن كوت ديفوار طالبت بالإفراج عنهم مؤكدة أنهم كانوا في مهمة تابعة للأمم المتحدة. أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر الكامل للصومال الشقيق في جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة آثار موجة الجفاف، ورغبتها في تعزيز التعاون بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما. جاء ذلك خلال استقبال شكري لنظيره الصومالي أبشر عمر جامع الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
أحبطت القوات المسلحة الصومالية هجوماً إرهابياً في منطقة هلولي جاب التابعة لإقليم جبيلي الوسطى بولاية هرشبيلي الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المسلحة والسكان المحليين صدوا هجوماً لميليشيا الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة لتفجير إرهابي، مشيرة إلى أنهم ألحقوا أضراراً جسيمة ضد المتشددين، فضلاً عن إحكام السيطرة على المنطقة. وحققت القوات المسلحة الصومالية منذ انطلاقها للعمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة، خاصة حيث تم قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابي في الأشهر الأربعة الماضية. مشاهدينا، اسمح لنا نحن ننتقل إلى الجزء الآخر في برنامجنا إفريقيا وهو المختص بالحوار. الحقيقة الحديث اليوم هيكون عن الصومال والتطورات الأخيرة في الصومال، حيث استطاعت القوات المسلحة الصومالية مؤخرا بالتعاون مع مقاتلي العشائر تدمير مراكز عديدة لتنظيم حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق وقرى متعددة بمحافظة شبيلي، وتمكنت أيضا من تطهير عدد من المدن والمناطق من تلك الحركة، واستولت على مقراتها اللي كانت بتتخذها منطلق لعملياتها الإرهابية وفرض أموال إجبارية على المدنيين. من هذا المنطلق وصف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ما تنفذه قواته بالحرب الحاسمة، لكن يجب الاعتراف أن هناك عدد من التساؤلات ما زالت قائمة حتى الآن فيما يخص الوضع الصومالي. هل الحكومة الصومالية بالتعاون مع القبائل قادرة على القضاء النهائي على التنظيم الإرهابي في عام 2023 وإنهاء الحالة التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة في بلد أنهكته الحرب على مدار عقدين من الزمن؟ وبيخوض الصومال أيضا منذ سنوات هذه الحرب ضد حركة الشباب اللي تأسست في مطلع عام 2004 وبتتبع فكريا تنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص. الحقيقة أن هناك العديد من الأسئلة بتطرح نفسها في الملف الصومالي في إفريقيا، دعونا نتحدث عنها أكثر وبصورة أكثر تفصيلا مع ضيفي وضيفكم وهو الأستاذ عاطف صقر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون الإفريقية. اهلا بك يا استاذ. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. شرفنا يا فندم. شرفنا ربنا يخليك. اسمح لنا ان احنا نبدا الحوار بعد الاطلاع على طبيعه الاوضاع في الصومال. اتفضلي يا فندم. الى التقرير. في اطار حرص مصر على التواجد بقوه في مجال اعاده الاعمار ومشروعات البنيه التحتيه في الصومال خلال المرحله المقبله، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ترأس ونظيره الصومالي حمزة عبد بري جلسة مباحثات موسعة في وقت سابق لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية في الصومال، معربا عن تضامن الدولة المصرية مع التحديات التي تواجه جمهورية الصومال لا سيما تلك المتعلقة بالأوضاع المعيشية في ظل أزمة الجفاف الحادة القائمة وكذلك جهود مكافحة الإرهاب. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى المساعدات المصرية التي تم إرسالها للصومال مؤخرا والتي تضمنت مساعدات طبية وغذائية. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك، أشار رئيس الوزراء إلى أن الصومال لديه فرص واعدة على صعيد التجارة والاستثمار وبشكل خاص في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، وهو ما يفتح فرصا للتعاون بين البلدين في هذه المجالات. أما وزير الخارجية سامح شكري فقد أكد خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع تضامن مصر الكامل أيضا مع الصومال في مواجهة الإرهاب واستعدادها الدائم لدعم القدرات الصومالية في هذا المجال. كما تم التأكيد على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية الصومالية والرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين بتوجيه مباشر من القيادتين السياسيتين للبلدين خلال لقاءاتهما واتصالاتهما المتعددة مؤخرا.
أهلا بكم مجددا، وخلونا نبدأ في طرح الأسئلة مع ضيفي الكريم الأستاذ عاطف صقر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون الأفريقية. أستاذ عاطف، هل ستشهد الصومال من وجهة نظرك بعد كل هذه المعاناة على مدار عقدين وأكثر انفراجة سياسية حقيقية؟ هو طبعا الصومال يعني وضعت أقدامها يعني على طريق عملية سياسية أفضل مما كانت عليه من قبل. نعم. يعني تكرار انتخاب الرئيس بشكل مدني ووجود حكومة على أرض الصومال وانفتاح على العلاقات مع دول قوية اقتصاديا ومساندة للصومال زي ما سمعنا في التقرير، يعني مصر، الإمارات، وتركيا، والولايات المتحدة، والسعودية، يعني ودول يعني في انفتاح في العلاقات الدولية والإقليمية، وفي تنسيق ما بين الصومال وبين جيرانها المباشرين. كل ده يعني بيعطي أمل، لكنه يعني أمل محدود يعني فيما يتعلق بالمستقبل السياسي في الصومال. طيب خليني أسأل على ميزان القوى الآن، إزاي بطرف الصومال ما بين القوى السياسية الحاكمة الحالية وما بين تنظيم الشباب اللي كان في منتهى القوة في مرحلة من المراحل بيمارس سلطات واسعة والحصول على إتاوات وتنظيم كامل متكامل مدعوم من القاعدة، إزاي بترى توازن القوى السياسية في المرحلة الحالية ما بينهم أو في القوة ما بينهم؟ هو طبعا في جانب السيطرة على الأرض في تراجع دلوقتي لصالح الحكومة على حساب حركة الشباب. يعني في تقديرات بتقول ان قبل تولي الرئيس الصومالي الحالي كانت الحركة بتسيطر على نحو 50% من أراضي الصومال وبالذات في مناطق الجنوب الغرب والمناطق الريفية. الأشهر الأخيرة ديت شهدت ان القوات الحكومية يعني حررت حوالي 50 مدينة وبلدة وقرية واستردت نحو 20% من الأراضي اللي كانت واقعة تحت حركة الشباب وأوقعت ضحايا في صفوف المقاتلي الحركة، يعني يقدرون بنحو 15% من مقاتلي الحركة. واستعادة الأراضي والمدن أيضا صاحبها انخفاض العائدات اللي كانت بتاخذها او حركه الشباب، الاتوات بمعنى اصح اللي كانت بتاخذها. ايوه. فطبعا انخفاض الاتوات ديت يعني يترتب عليه ان قدره الحركه على تمويل عملياتها يعني قلت. في ايضا ضغط دولي من ناحيه الماليه ومن ناحيه العسكريه على الحركة عزز مكاسب الحكومة الصومالية. فنقدر نقول دلوقتي ان كفة الحكومة الصومالية يعني كفة يعني راجحة ولكنها ليست غالبة، يعني ما هياش لم تحسم الوضع بعد. يعني زي ما بيقولوا في الملاكمة يعني لسه في جولات. طيب حركة الشباب طلبت أنها تقوم بحالة من حالات التفاوض مع الحكومة الصومالية الحالية. الحكومة رفضت أنها تتحدث مع جزء من هذه الحركة وهو المقاتلين الأجانب اللي قالت أن هم لا ينتموا للبلد بأي حال من الأحوال، وأن في حالة التفاوض هيتم التحدث مع المنتمين إلى البلاد اللي بيحملوا الجنسية الصومالية. كيف ترى هذا التوجه؟ طبعا توجه منطقي، لان يعني التفاوض مع الاجانب معناه يعني التفاوض مع جانب قوي في الحركه، لان جزء من قوه الحركه نابع من تنسيقها مع الحركات المماثله لها زي بوكو حرام وزي القاعده وزي وهي ايضا لديها مقاتلين، استطاعت تجيب مقاتلين من الولايات المتحده ومن اوروبا ومن اوغندا ومن دول وكينيا ومن تنزانيا ومن جيبوتي. طبعا لا يمكن ان الحكومه الصوماليه تتفاوض مع اجانب
فموقف الحكومة الصومالية يعني موقف سليم. أنا عايزة أفهم نقطة شديدة الأهمية في هذا الإطار. نعم. وهي أن يكون في حركات داخل البلاد نتيجة ظروف مرت بيها صعبة للغاية وارد، لكن انضمام لها أجانب في بقعة زي الصومال كيف تفسره؟ اللي هما الأجانب بيبحثوا عن منطقة يعني خالية من الحكومة. فاللي حصل ان الصومال لما انهارت فيها الحكومة المركزية عام 1991 تحولت البلاد، ان اصبحت البلاد تحت سيطرة اللي هما امراء الحرب، وكل ما يسمى هكذا يسمون يعني، وكل امير حرب له سيطرة على منطقة يعني وفقا لقدراته، قدراته التسليحية، انتماءاته العشائرية. فبين الامراء الحرب وفي مساحات فاضية يعني ما فيهاش حكومة، هي دي اللي قدرت الحركة اللي هي تدخل ما بينها مع انهيار سطوة الدولة. لا مفيش دولة، مفيش حكومة، دخلت المناطق الفارغة ديت. وفي نفس الوقت زي ما احنا متابعين ان الحركات الإرهابية يعني معرضة لعمليات يعني ضغط عسكري وخلافه بيترتب عليهم ان هم بيهربوا من مكان الى اخر. فلما يهربوا، فطبعا في منطقه غير محكومه من حكومه في الصومال ومحكومه من امثالهم في الصومال، فبيهربوا اليها. يهربوا اليها طبعا، وفي طبعا اتجاهات فكريه وقدرات ماليه قريبه من الصومال بتمول هذه هؤلاء، سواء الافراد هم بينتموا اليها او بشكل يعني محامين جنسيتها، او ان بينتموا في تشابه فكري، ويتم يعني تزويدهم بالمال. والصومال دولة زي ما حضرتك عارفة ساحلية، 3000 ساحل طويل، ساحل طويل 3000 كيلومتر تقريبا، فبالتالي سهل تهريب الأسلحة إلى داخل الصومال. فهو عنده المال وعنده السلاح وعنده الرجال وعنده اللي هي العقيدة أو الفكرية المتطرفة، فبالتالي وعنده التصور أنه يحكم. ما هو قوة دولية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية بتلعب دور شديد الأهمية هذه المرحلة مع القيادة السياسية أو الحكومة في الصومال. إزاي بترى وتقيم دور الولايات المتحدة وإيه تفسيره؟ طبعا احنا نبدا بتفسيره اللي هو ان اللي من يحكم الولايات المتحده حاليا هو الحزب، هو بايدن، الرئيس بايدن، وده حزب ديمقراطي. والرئيس بايدن طبعا مقبل على انتخابات رئاسيه ثانيه، وكان جزء من فوز اوباما اللي قبليه او انتصارات اوباما اللي حسبت ليه، هو قتل قيادات في تنظيم القاعده في افغانستان زي ما عرفنا بن لادن يعني قتل في عهد اوباما. فنفس الشيء بايدن عايز يعمل انتصارات يعني في هذا المجال عشان الحصول على شعبيه، ان هو رجل استطاع ان يحرق، ان رجل قوي يعني طبعا منافسه بيقول انه رجل ضعيف، فهو عايز يبقى يظهر انه رجل قوي. من هذه القوه تظهر من خلال يعني قتل قيادات في حركه الشباب، باعتبار ان هي حركه يعني منسقة مع تنظيم القاعدة، ولأن تنظيم القاعدة هو اللي ضرب أمريكا في 2001، فهو بالتالي وقبل كده ضربوا السفارتين، سفارات أمريكا في كينيا وتنزانيا، فبالتالي يعني بايدن من مصلحته الانتخابية ان هو يوقع خسائر في قيادات الحركه بالذات، يعني في قيادات الحركه، عشان طبعا ضرب القيادات بيسمع اعلاميا، بيسمع انتخابيا، بيقدر الناس يتم تسجيل شيء لدى الراي العام الامريكي. هل يمكن ادخاله في ظل الشغف والولع الامريكي الاخير بالقاره الافريقيه، ولا بيدخل فقط في الحسابات الخاصه بالاجنده الانتخابيه؟ يعني في الفتره الاخيره شفنا القمه الامريكيه امريكا افريقيا اللي كانت بتحاول فيها امريكا انها تشد البساط نوعا ما من السيطره الصينيه او التواجد الصيني القوي في القاره الافريقيه. هو ده داخل مش اهميه افريقيا، مش يعني هو داخل في اطار الاستراتيجيه الامريكيه
اللي هو الاهتمام بالمحيط الهندي باعتبار ان يعني الصراع القادم هو بين الصين وبين امريكا. فبالتالي يعني المحيط الهندي باعتبار ان الصين تقع يعني شرق المحيط الهندي والساحل الصومالي يقع غرب المحيط الهندي. فبالتالي اللي ده مهم في الاستراتيجيه الامريكيه. يعني ده مهم في الاستراتيجيه الامريكيه. استاذ عاطف، لو رجعنا الى الصومال مره اخرى وكلمنا عن واحده من القوى اللي بتقف وبتعضد الحكومه هي القبائل والعشائر اللي بتحاول انها تضحط الى جانب الحكومه تجمع الشباب او تنظيم حركه الشباب. باي قدر القبائل قادره فعلا على انها تساعد الحكومه في هذا الاتجاه، خاصه ان تنظيم الشباب بيقوم بحركات انتقاميه عنيفه، اباده قرى كامله، اغتصاب وانتهاك وقتل اطفال وما شابه. هو طبعا الجرائم اللي حضرتك اتكلمت عنها دي عامله يعني اتجاه كبير داخل المجتمع الصومالي ضد حركه الشباب. لكن القبائل يعني هي خاضعه لزعمائها. خاضعه لزعمائها، وزعمائها يعني خاضعين لمصالحهم الخاصه. فاذا توافقت المصالح ما بين زعيم القبيله وبين الرئيس الصومالي فهو بيقف مع الرئيس الصومالي ضد حركة الشباب، وإذا تناقضت هذه المصالح فإنه يقف يعني مع نفسه ويترك حركة الشباب، زي ما حصل مع الرئيس السابق لأنه ساب حركة الشباب تطيح في الأراضي الصومالية. ففي بعض المناطق يعني في خلاف ما بين الرئيس، حضرتك عارفه الصومال اقاليم، فكل اقليم ليه رئيس. فالرئيس الصومالي عين واحد من نقول التائبين من حركه الشباب اللي هو عينه وزير الاوقاف والشؤون الدينيه. وده الراجل ده كان منافس لرئيس الاقليم اللي هو في جنوب اظن جنوب غرب الصومال. فبالتالي غضب رئيس اللي هو رئيس الاقليم والرئيس الصومالي، خدت بال حضرتك؟ ف يعني فبالتالي القبائل بشكل الغالبيه بتقف مع الرئيس الصومالي، لانها شايفه ان هو عامل فيه تقدم في موقف دولي معاه. بس ما نقدرش نقول ان سيطره الحكومه كامله بالفعل على الصومال الان. لا طبعا هو يعني حوالي مثلا 60%، وبعدين السيطرة ليست بالمساحة بالزبط. في سيطرة نوعية يعني هو كون ان هو ده بيضربه في العاصمة يعني ما فده يعني ليه قدرات مش بامكانيات الصومالية. يعني المناطق اللي هي المهمة في العاصمة الصومالية دي بتحميها قوات الاتحاد الافريقي. ايه اللي هيحسم الصراع من وجهه نظر حضرتك، خاصه ان الصومال بيمر بظروف اقتصاديه في غايه القسوه؟ الصراع ما بين الحكومه وحركه الشباب. وحركه الشباب هو 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 ليس هناك حسم يعني في القريب العاجل، ولكن حتى تذكرت حاليا مقوله لاحد المسؤول الامريكي السابق، هو ان امريكا تدير الصراعات ولا تحل الصراعات. فبالتالي هو هيحصل، انا برجح ان حصول تقدم يعني من جانب الحكومه على حساب حركه الشباب، والتقدم ده عشان يوصل لنتيجه نهائيه ممكن ده محتاج يعني الى فتره يعني لن تقل عن شهور يعني. اذا قامت نوع من انواع المفاوضات ما بين حركه الشباب ممثله في الاصليين منهم المنتمين الى الصومال مع الحكومه، من وجهه نظرك ايه طبيعه السيناريوهات المتوقعه؟ هو اول يعني طبعا هي المشكله في الايديولوجيه، لان حركه الشباب يعني هي منغلقه فكريا، فهي يعني والصومال بشكل عام تميل الى التطرف، ده اللي شفته بعيني يعني. لما رحت هناك مرتين او ثلاثه اظن، فهم يميلوا المجتمع يميل الى التطرف من هذه الاسباب مختلفه. فبالتالي يعني التفاوض ما بين الحكومة وبين حركة الشباب اللي هم الصوماليين في حركة الشباب، يعني أول مشكلة فيه اللي هو كمان الارتباط ما بين حركة الشباب وبين الخارج.
لانه طبعا دول بيلتزموا ممكن يلتزموا بكلامهم يعني عارف حضرتك كلام الرجاله هو يعني حاجه زي كده يعني بيلتزموا بمواقفهم بيلتزموا بكلامهم وبيان تفسيراتهم ضيقه لان تمكنهم من اللغه العربيه ضعيف فبالتالي تفسيراتهم للنصوص الدينيه تفسيرات يعني متشدده ف يعني احتمالات التفاوض اظن انها يعني ضعيفه احتمالات التفاوض يعني ممكن تبقى مع بعض الشخصيات اللي هو زي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الناس اللي هي هتترك الحركة ده جزء من تفكيكها في حد ذاته بالظبط على المدى الطويل جزء من إضعافها إيه اللي ممكن تقدمه أفريقيا للصومال في هذه المرحلة؟ هو طبعا أفريقيا بتتحرك يعني من خلال الأجهزة زي مجلس السلم والأمن الأفريقي فهو طبعا ده ليه دور في الاتصال بمجلس الأمن الدولي لرفع الحظر عن تسليح الجيش الصومالي طبعا ودي من الحاجات المؤسفة ان زي ما في أطراف عايزة تقوية الجيش الصومالي في أطراف لا تريد جيشا صوماليا قويا يعني أثيوبيا لن تنسى حرب السبعينات مع الصومال كينيا لا يهمها وجود جيش صومال قوي لانها عندها معروف اللي هو الاقليم اظن اسمه الشمال الغربي اللي هو الصوماليين خدت بال حضرتك فبالتالي يعني في تناقضات يعني جوه افريقيا حتى اتجاه الصومال نفسه اتجاه السياسي للصومال بيشجع بعض الاطراف على الوقوف افريقيا معها وبعض الاطراف لا تقف معها كون اتجاه الصومال الى سياسه خارجيه محايده معناها انها لن تقف مع احد ضد احد في حين الاطراف الخارجيه لها مصالحها يعني لن تنفق اموالها ولا جهودها من اجل يعني قوه دوله لا من اجل يكون لها مصالح يعني مفيده. إذن انت ترى ان المهمه امام الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود هي مهمه صعبه ام مستحيله؟ لا صعبه طبعا باي قدر؟ يعني صعب مثلا 40% على الاقل لكن يمكن حلها وتخفيفها نوعا ما تخفيف ايوه حضرتك وصلت للعباره المضبوطه تخفيف الازمه هل ده بيخرج الصومال من عباءة الازمه الاقتصاديه الطحيانه التي تمر بها منذ عقود؟ لا طبعا يعني هو 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 هو, هو لن يخرج الصومال من ازمتها سوى اقتناع اهلها باهميه الاستقرار وأهمية السلام الداخلي لأن ده معناه أن الصومال الأرض فيها ثروات أما الصومال فيها 52 موقع بترول لاستكشاف البترول والغاز يعني فالصومال بلد غني يعني في موارده يعني عنده أنهار عنده نفط وإمكانية نفط وغاز وفي في في اطراف اقليميه دلوقتي بتساعد الصومال ليس من اجل مساعده الصومال ولكن من عينيها على الغاز وعلى البترول. اي اطراف اقليميه؟ تركيا. تركيا عينها على البترول والغاز الصومالي. ده معناه ان الاطراف الاقليميه دي هتتزايد في مرحله من المراحل اكثر من كده لن تبقى بس تركيا وحدها هي اللي بتنظر في هذا الملعب. ولا نستبعد ان الولايات المتحده برضه بتقف عشان في ظل الضغط الروسي على اوروبا. يعني من الحاجات اللافتة ان الاتحاد الاوروبي قدم مساعدات كبيره للصومال في الفتره الاخيره وبريطانيا في ظل الضغط الروسي على موضوع الغاز والبترول فممكن ده كله عشان هم عايزين الصومال تستقر من اجل البترول والغاز. نعم انا بشكر حضرتك استاذ عاطف صقر كاتب الصحفي في الاهرام المتخصص في الشؤون الافريقيه على هذا الحوار شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك وعلى الساده المشاهدين. شكرا يا فندم. مشاهدينا بكده انتهى لقائنا معكم بإفريقيا اليوم. الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا إطلالة جديدة حوار جديد حول القارة الإفريقية. شكرا لكم.